يعني حاجة زي وليد سليمان. أنا كنت لسه هتكلم عن وليد سليمان ودوره البطولي مع الأهلي في الدوري الممتاز. قول لي كيف سيصنع الفارق غدا؟ أنا اتسألت يمكن على وليد سليمان في إحدى البرامج لما كانوا بيجددوا له إحدى، وكان في شخص من الأشخاص كان بيتكلم إزاي النادي الأهلي بيجدد لوليد سليمان بعمره ده. كان بيعترض يعني بيعترض على ساعتها انا قلت كلمه مهمه قوي، قلت وليد سليمان اللي بيعمله في 10 دقائق. انا عارف كنت بتكلم مع مين. انت عارف وليد سليمان 10 دقائق ممكن في لعيبه بتلعب 100 دقيقه و90 دقيقه وما بيعملوش حاجه بالوقت الضايع. ينزل طبعا هو الجون يجي في ثانيه. وليد سليمان يستاهل. يعني انا راجل مدرب، لما يجي كابتن هاني راجل مدرب كبير برضه، لما يجي واحد يخلصك، لما يجي واحد زي وليد سليمان حاجه مهمه قوي. اتكلم على الانتاج، ان ممكن جدا في لعيبه هتشتغل كتير قوي بس الانتاج بتاعها قليل. قليل وليد سليمان ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده، لكن انتاجه في وقت قصير ينزل 20 دقيقه حتى لو ما جابش جون بيعمل فرق، تأثير ايجابي. وعارفه انتاجه في ايه كمان؟ في روحه وفي التزامه. اهو ده نجم. يعني انا يعني احيانا لما في ناس بتقابلني وتقول لي احنا زعلانين من لعيب مشي ولا لعيب مشي، اقول لهم ليه انتوا بتبصوا على اللي مشي؟ طب ما تبصوا على اللي عندنا النماذج الجيده. صحيح. ليه بتبصوا؟ يعني وليد سليمان ده نموذج جيد، نموذج انا اقول للعيبتي قدوه اتفرجوا على وليد سليمان. علشان كده وليد سليمان من الناس المهمين، ده اللي بيعمل لك الموجه الثانيه لاي مدرب. المدرب الشاطر اللي يعمل موجه واثنين وثلاثه هجوميه، عشان لو فشلت الاولى تنجح الثانيه، لو فشلت الثانيه. لكن وليد سليمان ما شاء الله موجه ناجحه على طول، على طول الخط. يعني ممكن ما ينزلش كمان وليد سليمان يجيب جون مره ولا مرتين. وارد، مش لازم كل ما ينزل يجيب جون، لكن روحه في الملعب دي حاجه، السبيريت اللي بيديها للعيبه ده شيء مهم جدا. التحرك بتاعه وجوده في ال 18. لا وبعدين كمان اللود على الفرقه الثانيه. يعني انا دلوقتي لما وليد نازل لي اخر 10 دقائق ربع ساعه او اخر ثلث ساعه، انا كمدرب واقف بره خصم للنادي الاهلي، اول حاجه بعملها ايه؟ ممكن اغير طريقه لعبي علشان امسك وليد. يعني انا في اللحظه دي عايز اعمل على لاعب زي وليد عايز اعمل دفاع. يعني دفاع مثلا من ال 30 يارده الاخيره. فلما يجي وليد ممكن انا انزل معاه واحد وانزل معاه الثاني، علشان واحد يبقى معاه واحد يعمل سبورت زي الجون اللي جابه الاخير. هي خطوه، هي خبره، هي التكتك لفه وعدة. بالظبط، هي لفه وخبره والحاجات دي كلها. افتكر ان النادي الاهلي يلعب بنفس طريقته. وانا فايلر حاسس انه طول الوقت، انت عارف السويسريين دايما مظبوطين في الموضوع اللي هو ايه، يعني يحبوا التجربه لما بتنجح يكررها 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 يكررها. انت شايف انه طريقه اللعب حتى ما بتتغيرش. احيانا كان بيبقى عنده لعيبه مصابه وبيلعب بلعيب في مكان اخر بس بنفس الطريقه نفس الشكل. لما ودى ديانج لعيبه ناحيه اليمين دي كان فيها لخبطه شويه. دي كان فيها لخبطه شويه ان ديانج طلع ناحيه اليمين. انا وجهه نظر وجهه نظره بس كده. طبيعي احنا بنتكلم على كويس والوحش، لكن انا بتكلم ان هو انا شفت من وجهه نظري الشخصيه ان ديانج سته يقف سته وما يبقاش على اليمين او على الشمال، ممكن يبقى على اليمين شويه حمدي فتحي عمرو السوليه، لكن ديانج لما خرج ناحيه اليمين ما اداش بشكل كويس. لكن الاحسن بقى ان هو بيصلح، ما انت ممكن تعمل حاجه وما هو